أستاذ دكتور طارق بركات، أستاذ طب الأطفال وجراحة المناظير والمناظير الجهاز الهضمي بكلية الطب المنصورة. السلام عليكم. يعني معلش لو هناخد ربع ساعة 20 دقيقة ماكسيمم إن شاء الله 10 دقايق. إن شاء الله النهاردة الدكتور بالنسبة when to refer a case to pediatric gastroenterologist, what is the role of general pediatrician in pediatric GI practice. يعني هناخد كلام مختصر مفيد ان شاء الله، يعني سواء الحالة عندنا في المستشفى في البرايفت كلينيك whatever، امتى تريفير الحالة. يعني لو خدنا على سبيل المثال حالة فوميتنج مثلا، هل كل حالات الفوميتنج to be referred to a pediatric gastroenterologist؟ اعتقد لا، لان انت كده يبقى تريفير كل الحالات. حالة مثلا فورم بودي وين تو ريفير ذيس كيس تو بيدياتر جاسترونتروجيست، هتبعته ولا لا؟ حالة اكيوت كوستيك انجري، الاطفال اللي بياخدوا بوطاس او فلاش، هتبعته امتى؟ او هتبعته ولا مش هتبعته؟ حالة مثلا كرونيك دايريا، كونجينيتال دايريا ديس اوردرز، حالات المال ابسوربشن، حالات الجي اي بليدنج، حالات الاوبيزيتي فور انترا جاستريك بالون، حالات النيوتريشنال هانديكاب تشيلدرن فور بيركوتينيوس اندوسكوبيك جاستروستوم. فناخد تمام؟ لو هاخد من حضراتكم يعني عشان ما ناخدش وقت موضوع مش هنقوله ان فول ديتيلز، ولكن نقول بعض المعلومات عنه وعشان نقتل حده الوقت او يعني ثقه للموضوع. هنقعد بعض الفيديوز بحيث ان احنا برضو ما نخافش من البيداتريك اندوسكوبي، ان حاله الحاله الفلانيه هنعمل لها الموضوع الفلاني. دول الحالات اللي ممكن ان احنا نحتاج بعض فيها: اكيوت كوستيك انجري، فورم بودي انجشن، اسفوجيال ستريكشرز، فوميتنج، جاسترو اسفوجيال ريفلكس، كونجينيتال دايريال ديس اوردرز، كرونيك دايريا اند مال ابسوربشن سندرومز، اي بي ديز، كرونيك كونستيبيشن، جي اي بليدنج، بيركوتينيوس اندوسكوبيك جاستروستومي، اوبيز ادوليسنت فور انترا جاستريك بالون. نعتقد اكتر واحده فيهم الموست كومن اللي ممكن ناخد فيها مش تفصيل، ربع تفصيل. مين فيهم اكتر واحده نحب ان احنا نقول؟ تحب الكوستيك انجري، الفورن بودي، البليدنج؟ هما كل واحده فيهم لها محاضره، بس انت خد واحده. هنقول كلهم. الجي اي بليدنج هناخد ديفينيشن بصه في السولوجي ايتولوجي، مش هقول طبعا كل الكلام ده، بس انا هدي بس معلومات مختصره. يا ترى البليدنج بتاعك ده اكيوت ولا كرونيك؟ ابر ولا لور؟ احنا نقسم ابر ولور اكوردنج تو ذا ليجمنت اوف تريدز، اللي عند السيرد بارت اوف ذا ديودنم ده يبقى ابر وتحته يبقى لور. اوفرت ولا اوكلت؟ يعني الاوكلت بلاد اوف ستول هتعمل له اندوسكو ولا مش هتعمل له؟ هسيب لكم الاجابه. وبسكيور جي اي بليدنج، يعني ممكن حالات جي اي بليدنج جاي سواء بهيماتيمسيس، جاي بميلينا، جاي ببليدنج بالريكتم، واعمل له ابر اندوسكو ولور اندوسكو وما وصلش لحاجه في النهايه، فده يصنف اوبسكيور جي اي بليدنج. هنعمل له ايه؟ هنشوف. عشان برضه ثقه لو حد في حضراتكم عنده سؤال او معلومه ممكن تكتبها في ورقه ونجاوبها لوحدنا بعد ما نخلص او بكره، عشان ما يبقاش انا مقصر برضه. الهيماتيمسيز ده طبعا مثال للابر جي اي بليدنج، هيماتوكيزيا ده مثال اساسي للور جي اي بليدنج، ولكن الهيماتوكيزيا اللي هي البليدنج بالريكتم ممكن تبقى ابر جي اي بليدنج لو معاه ابر وشورت ترانزيت تايم. الميلينا طبعا بتتقال ابر او لور، بمعنى الميلينا هي عباره عن بليدنج فروم اباف ذا اليوسيكال فالف، فاباف ذا اليوسيكال فالف تحت الليجامنت اوف تريدز انت بتتكلم في لور، فوق الليجامنت اوف تريدز انت بتتكلم ابر، وممكن الاثنين يجوا بميلينا. فالميلينا ساعات تحتاج لها ابر وتحتاج لها لور. افرقها ازاي كلينيكالي؟ انا جاي لحاله اكيوت هيماتوكيزيا او جاي لحاله ميلينا، يا ترى هو ابر ولا لور؟ هقوم مركب له في الاستقبال عندك نيزو جاستريك تيوب، نيزو جاستريك تيوب واعمل منها سكشن، جاب بلد خلاص يبقى انت ابر، ما جابش بلد يبقى انت ممكن تبقى لور. وممكن تعمله لور وما يطلعش معاك حاجه لانه فوق الاليوسيكال فالف، انا يا دوب اخري في الكولونوسكوبي، لو عملت اليو كولونوسكوبي هوصل الاليوسيكال فالف، فممكن ما الاقيلوش ويطلع ميكلز دايفرتيكولم واحتاج له ميكلز سكان، وممكن ما يطلعش ميكلز ويبقى ابنورماليتيز مثلا في السمول انتستين واحتاج له تاج ار بي سي سكان. الباثو فيسيولوجي مش نظري اكتر من ان انا بلفت نظرك ان ساعه
جي اي بليدنج تريت ذا كيس از ا كريتيكال ايل تشايلد، يعني سيف الاير واي البريزنج السيركيوليشن وبعدين فكر في الكوز اوف بليدنج. الكوزز سهله في النيونات، الموست كومن كوز ما تنساش السوالود ماتيرنال بلاد، يعني ام جايب ولد هيماتيمسز وما تنساش ان انت تسالها على في نيبل فيشر ولا ما فيش، وبعدين تفكر يا ترى الواد ده فيه بليدنج دايسيز ولا ما فيش فيتامين كي ديفيشنسي. دول الحاجتين الاساسيين، وبعد كده تفكر ان انت تعمل له اندوسكوبي لو في مثلا جي اي يعني جاستريك هيمنجيوم او حاجه. اللور برضو ما تنساش الانال فيشر، الكوز ميلك بروتين سنسيتيف انتروباسي، الانفنت فكر في الانال فيشر والبوليب والميكلز. وعشان نبقى واخدين بالنا ذا موست كومن كوز اوف لور جي اي بليدنج بيفور 2 ييرز اوف ايج والميكلز داي فيرتيكولم. الميكلز ذا موست كومن كوز اوف لور جي اي بليدنج بيفور 2 ييرز. لو جالك لور جي اي بليدنج الجوريزم بسيط خالص، عملت له ركبت له رايل ما جابش، يبقى انت بتتكلم في لور بس، يبقى تعمله لو هو هيمو دايناميكال ستيبل يبقى انت هتعمل له كولونوسكوبي، هي از هيمو دايناميكال انستيبل يبقى تعمل ميكلز سكان او تاج ار بي سي سكان. التاج ار بي سي بديله راديو اكتيف ايزوتوب بتمشي في السيركيليشن بصوره، بس لابد يكون ديورنج اكتيف بليدنج، يعني مش هينفع عيان يعمل تاك ار بي سي سكان او بليدنج سكان وزود اكتيف بليدنج. هو بلاد ولا لا الاول؟ هو جي اي ان اوريجن ولا لا؟ ابر ولا لور جي اي بليدنج؟ وات از ذا كوز؟ طبعا الباست هيستوري هتسال عليه، الكوانتيتي والكواليتي بتاعت البليدنج، في فاميلي هيستوري، في فيدنج هيستوري، الرجيك هيستوري، اسوشيتد ديزيزز، فيزيكال اكزامينشن هتفحصه زيه زي اي عيان. الابر جي اي بليدنج ما تنساش اسال على الريسنت ميديكيشن والريسنت سيرجر، عشان مثلا العيان بيجي لك بوستون سوليكتومي وجاي لك بهيماتيمسز وانا وجاي فور ريفيرد فور ابر اندوسكوبي، لا طبعا لا، راجع 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 للسيرجر. اللور جي اي بليدنج هل فيه بلاد ولا ميوكس؟ لان اللور جي اي بليدنج ممكن يبقى بليدنج وممكن يكون بلاد دايريا. بلاد دايريا از ا كلاسيك اكزامبل اوف لور جي اي بليدنج. بلاد دايريا ممكن تكون حاجه كولايتس وممكن تكون زي السراتيف كولايتس او ايزينوفيلو كولايتس او خلافه. ما تنساش وانت بتفحص حاله ابر جي اي بليدنج، احنا عندنا في مستشفى بورسعيد النصر مثلا وجاي لي حاله هيماتيمسيس، هيماتيمسيس انا هبص عليه كلينيكالي في اورجانوميجال ولا ما فيش، لان الهيماتيمسيس ده هيبقى حاجه من اتنين، يا فاريسيال بليدنج يا نون فاريسيال بليدنج. فاريسيال بليدنج هتركب له ساندوستاتين وتبعته، نون فاريسيال بليدنج ممكن يكون ميوكوزال وحاجه بسيطه، ادي له بي بي اي يوم اتنين معاك كويس ما كانش ريفير تو اندوسكوبي، يعني مش كل الابر جي اي بليدنج هيعمل اندوسكوبي. ده امثله للبليدنج السر في ثواني اهو. البليدنج السر ممكن تكون حاجه بس اليفيشن، ممكن تكون فرانك السر، ممكن تكون سبرتر، يعني تيجي تدخل بالمنظار تلاقيه قاعد يجيب. دول لهم اندوسكوبيك مانوفر، زي مثلا اديله ادرينالين انجكشن، حد اعمل له فاسكولار كلام. ده المالوري وايس اللي هو عيان جاي بفورسبل فوميتنج وبعدين حصل تير عند الاسفاجو جاستريك جانكشن فيجي لك مع البرزيستنت فوميتنج. ده اسمه ديلافوال ايجن. ديلافوال تلاقي وانت بتعمل اندوسكوبي سواء في ابر او في لور، سواء كولونوسكوبي او ابر اندوسكوبي، تلاقي يعني حاجه زي ابنورمال ارتري اوبننج ان سمول اوبننج ان ذا ميوكوزا، ابنورمال بليدنج فيزل ان سمول اوبننج ذا ميوكوزا، وده ينطبق عليه ما ينطبق على الالسر، برضه هيتعمل له انجكشن ادرينال. ده فاريسس طبعا المنظر الشهير الجميل، وده رياكتيف جاسترايتس. ده المنظر الكلاسيك بتاع البورتال هايبرتنسيف جاستروباسي، عيان بورتال هايبرتنشن زي مثلا كونجنتال هيباتيك فايبروزس اوتو امين هيباتايتس دي كومبنسيتد وهكذا. ده منظر جميل لهيماتيمسيس جاي بوست فورن بودي، يعني واحد واخد فورن بودي وريتيند وبعدين حصل ايروجن، ادي منظره شلنا الفورن بودي، ده الاستينوزيس وده شكله بعد ما عملنا له الدايليتيشن. هنشوف ده الفورن بودي اهو، ده ابر اوسفوجيال فورم بودي، وده عشان الناس اللي عاوزين الفورم بودي. وقت ما يجي لك اوسفوجيال فورم بودي ده انديكيشن فور ايرجنت اندوسكوبي، ده حتى لو هو جنيه ونص جنيه والكلام من ده. انما يجي لك مثلا فورم بودي دبوس وكلام من ده ايرجنت، سواء في الاستومك سواء في الاوسوفيجاس، يجي لك فورم بودي ده ونزل في الاستومك ده خلاص ده الفورم بودي. يعني ده حاله اكيوت كوستيك انجري، ده كان جاي بهيماتيمسيس برضه، ده بتخش عليه بتبص عليه. الاكيوت كوستيك انجري هيعمل اندوسكوبي ديورنج 6 ل 48 ساعه بعد الشرب، يعني هو شرب كوستيك دلوقتي يبقى انت هتستابيلايز بس 3 4 ساعات، هيجي المنصوره في خلال 3 ساعات تانيين يبقى 6 ساعات هيعمل اندوسكوبي. الاندوسكوبي تو اسيس ذا اوسوفجال انجري، الاوسوفجال انجري ده سيفير ستيج 3 2 بي و3 حسب الزرجر كلاسيفيكيشن مش وقته خالص. ده يبقى ده هيركب جاستروستومي وبعدين نكمل له لغايه ما يعمل دايليتيشن. ده
مثال لبندن جلايجيشن فور حاله اسوفجيال فارسيس. هتدخل عدي بالمنظار الاول تبص عليه وبعدين تخرج وتركب البند وبعدين تيجي على الفارسيس تعمل له سكشن وبعدين تدي له الرابطه بتاعته. هناخد بس يا نص دقيقه عشان برضو الناس ما تخافش من البيدياتريك اندوسكوبي زي قصه عبد الحليم اللي احنا حكيناها السنه اللي فاتت وكده. ده هتاخده وبعدين هي الاله مجهزه هتلفه هيبقى هيدي لك دي البند ايه اللي احنا شايفينها دي، يعني السودة دي زي جلده الانبوبه كده. اللور جو اي بليدنج برضو لو هيماتو كيزي اكيوت زي ما انا قلت هتركب له، لا ماهوش ابر يبقى هيمودايناميكال ستيبل يعمل كولونوسكوبي، هيمودايناميكال ستيبل يعمل ميكلز او تاك ده ار بي سيز سكان. ده ما تنساش المنظر الشهير بتاع الانتا سسبشن، ده بوليب وده البوليب بعد ما ريموفد وده اكسترا انتستينال مانيفستيشن اوف كيس اوف اي بي دي. ده المنظر ده السراتيف كولايتس كلاسيك، ده السراتيف كولايتس بشع، ده لينفو نودولار هايبر بليزيا وده منظر الاليوم الجميل. فده السراتيف كولايتس ده عنده 3 شهور، ده كان البريزنتيشن بتاعه فروم ذا نيونيتال بيريود فيه بليدنج بالريكتم عومل على انه كاوز ميلك الرجي. لو انت اديت نيوكيت لحاله كاو اسيومد كاوز ميلك الرجي فور 2 ويكس اند از نوت امبروفد انفستيجيت هي ماست دو كولونوسكوبي. ده نيونيتال اونست السراتيف كولايتس، نيونيتال اونست السراتيف كولايتس. دي انا جودي دي 8 سنين برضو كانت دي عادي كلاسيك بريزنتيشن اوف السراتيف كولايتس، فيها بلاد دايريا وابدومينال بين ولوس اوف ويت وانيميا، كلاسيك بريزنتيشن. ده ليمفو نودولار هايبر بليزيا بعد ما ده الاليوم فتحت الاليوم تعمل انتيوبيشن الاليوم وتخش ليمفو نودولار هايبر بليزيا، ده نتيجه الميوكوزا الاسترتش ده ممكن يجي لك ببليدنج ودي يبقى الكوز بتاع البليدنج. ده منظر جميل جدا الحقيقه، انت شايف منظر صعب قوي الالسر ده، ده بس الالسر محدده على منطقه الريكتم والريكتوسيجمود وبقيه الكولون لغايه الاليوم نورمال. انا ما كملتش بس الفيديو، بس انت وانت خارج لا منظر السر صعبه جدا. ده المنظر بتاعها ده ساعة ما تشوفه ناخد منه بايوبسيز الباثولوجي قال ان هو ده السراتيف كولايتس، بس ده مش الكلاسيك جروس اندوسكوبيك فايندنج اوف السراتيف كولايتس. ليه؟ لانها متحدده تماما، الريكتم حواليها هيلسي، الكولون بقيته هيلسي، فما فيش السراتيف كولايتس. حتى الالسراتيف بروكتايتس، لان الالسراتيف كولايتس ممكن تبقى بروكتايتس او رايت سايدد او ليفت سايدد او هول كولون، فصعب قوي ان تبقى المنظر ده. فالمنظر ده بتاع مين؟ بتاع السوليتري ريكتال السر، وده يجي لك مع العيانين الكونستيبيتد، عيان كونستيبيشن مع الاسترتش يحصل ميوكوزا البرولابس، فده منظر كلاسيك لسوليتري ريكتال السر. وان كان ده مش في الاطفال ده الكلاسيك بتاع الاطفال، ده الكلاسيك بتاع الادلت، بس دي كانت اسماء 10 سنين نوت ادلت. ده الكلاسيك برزنتيشن بتاع السوليتري ريكتال السر في الادلت. بالنسبه لي كان يعني ذا فيرست تايم تو سي ذيس بيكتشر، انما ان انا متعود على سوليتري ريكتال السر في البوستيريور وول صغيره وميوكوزا البرولابس، والعين بقى جايب كلاسيك برزنتيشن ان عنده كونستيبيشن وكونستيبيشن وبيجي له بليدنج كونستيبيشن وما لقيتش بليدنج بره، يعني ما لقيتش فيشر، يبقى غالبا هو عنده ميوكوزا البرولابس والسر جوه. بس الالسر بتاعت الاطفال بتبقى صغيره، بس دي عملت بقى الديفكوجرافي تلاقي فيها ريكتال برولابس صغير وفيها سمول الالسر وديبنج الميوكوزا والكلام من ده. منظر بوليب ريكتال بوليب، ده منظرها اهو، تدخل عليها بالسنير، السنير في الحاله دي هيعمل كلامبنج وفي نفس الوقت هيوقف البليدنج. لما ندخل عليها لازم ابقى ماسك تحت من البيديكل، يعني مسكته وبعدين فكيت، لان لازم انزل تحت للبيديكل بحيث ان انا ما اعورش الميوكوزا برضه، لان انا لو سبت حته صغيره كده هيحصل منها بوستبول بيكتومو بليدنج،
والبص اللي بيكتب ليدنج 6-7% من الحالات. فده انا فتحت تاني ونزلت تحت شويه على اساس ان انا اجيبها يعني من تحت خالص عشان ما يبقاش فيه حته تقوس تاني ويحصل بوست واللي بيكتب بليدنج. ده بالنسبه للميديكال تريتمنت بتاع البليدنج سواء ابر سواء لور. الميديكال تريتمنت عادي ستابلايز يور كيس هي از هيمودايناميكال ستيبل ترانسفيرت اندوسكوبي. وما تنساش ان هو الابر فاريسيال ولا نون فاريسيال. الفاريسيال ستابلايز وبعدين ابعته واعرف الفاريسيال اللي لقيت فيه باتس بلينوميجالي في جوندس في اليفيتد ليفر انزيم مانيفستيشن اوف ليفر ديكومبنسيشن. بالنسبه للنون فاريسيال غالبا هيبقى مثلا اوسفوجايتس كوستيك انجري فورن بودي وهكذا. دي بعض الاسئله طبعا ما لهاش مجال دلوقتي بس برضو هذكرك بس بالصوره الاخيره دي. ما تنساش صوره البيتز جوجهر الميوكوكوتينيس بيجمنتيشن وجاي لك بابدونال بين وبليدنج وكذا. يعني دي برضو كده انا يعتبر كده خلصت في وقت قياسي بس لسه هوري فيديو صغير خالص عشان الدكتور مرتضى يعني اللي هي حالات الاوبيزيتي. دي حالة اوبيز دي بنت سعاد 10 سنين وكان وزنها 81 فكانت جايه فور انتر جاستريك بالون. بدخل الاول عادي خالص بتعمل ابر اندوسكوبي فيجواليز الاسوفجاس مفيش هيطس هيرنيا اعمل ريتروفليكشن عشان تشوف الهيرنيا مفيش والاستومك كويسه والديودنوم كويسه امورها ستيبل. فخلاص الانتر جاستريك بالون كانديد فور اني بي ام اي 30 وانت يعني اي اوبيز. احنا بالنسبه لنا 10 سنين وزنها 30 كيلو ده هي 81 يبقى هي محتاجه. الغرض بقى من البالون انا مش بركب بالون لعيل مش اورينتد يعني مش فاهم. هو العيل البودي ايمج بالنسبه له وحشه هو مش عاجبه شكل نفسه يعني انا تخينه ومش عارف البس والبنات بتريقوا عليا وكذا. انما لو جبت عيال صغيره مش فاهمه فانا هركب له البالون هفرم البالون فكرتها ان انا بعمل اوكيوباينج سبيس ان ذا ستومك. انا خلاص خدت سبيس من الاستومك فهو لما يجي ياكل هياكل كميه قليله فياكل كميه قليله مع 6 شهور هيكون اتعود على نظام غذائي معين ومعانا نيوتريشنست وهكذا. ودي في بيبرز مكتوب على النون الكحوليك ستياتوباتيتس ان حصل ريدكشن بالريدكشن للويت بالبالون. يعني في بيبرز لما انا جيت ابدا فيها لا دي كان البالون لها رول قوي في الويت ريدكشن بتاعه اللي هم النون كومبلاينت على الدايت كنترول. خلاص انا خرجت دي عادي نشوف بقى تركيب البالون. يعني انا دلوقتي عملت فيجواليزيشن الابر جي اي تراكت خلاص هتعمل ايه؟ انا هخرج بالمنظار واقوم مدخل الانبوبه. الانبوبه متوصله بكونكتور من بره هو مدخل الانبوبه وداخل وراها بالمنظار. ده منظر الانبوبه واحنا جوه. وبعدين هنبدا ده منظر ده الكونكتور بتاع البالون والبالون جوه. انا بقف عند الاسفاجو جاستريك جانكشن وبعدين ابدا اعمل انفخ البالون. البالونه بتتنفخ بما يناسب حجم الاستومك بتاع كل واحد. هي بتتراوح في الادلت من 500-700 احنا عندنا في الاطفال 400-450-500 على حسب حجم الاستومك. انما احنا عندنا مثلا ممكن تركب في 100 كيلو 110 90 كيلو يعني اوزان برضو الى حد ما معقوله يعني. ده منظر البالونه وبعدين نبدا ننفخ. انا بحط فيها ايزوتونيك سالين 9% ومعاه ميثايلين بلو. الميثايلين بلو الغرض منه عشان لو حصل منها ليك يبدا يعمل كالوريشن للستول او اليورين يبدا يفك لان الاونلي حصل لها برفوريشن ما تخافش منها هيحصل ايه يعني. بيحصل في اول 3 4 ايام شويه ابدونال بين وفومتنج وكلام فارغ كده والعيل توليريتنج ما فيش مشكله. ده منظر بالونه ونقعد ننفخها وبعد كده هو توليريتنج خلاص والموضوع بتوعد. طب انا خايف يحصل منها برفوريشن ما فيش مشكله يا سيدي هيحصل هتنزل في الستول عادي زي ما يكون خدت فرون بودي. حصل لك منها برفوريشن وحصل كالوريشن هندخل بالمنظار نطلعها ونركب لك واحده ثاني ما حصلش حاجه الدنيا ما فيش مشكلة. ده هتبدأ تنفخها. أنا هسرع بس عشان نشوف منظرها بعد النفخ. نعم يا باشا. طب ما تخلينا بينا وبين بعض الحاجات دي يا بيه. بيه يعني. البالون اتسلف يتراوح سعرها. لا من غير مصنعية. دول متركبين في المستشفى. اللي دي 9 ونص ده تمن البالون 9 ونص ألف مش 9 ونص جنيه يعني. بعد ما بتركبها بتسحب الكونكتور وبعدين بتعدي على الديودنم عشان تطمن بس ان السبيس افيلابل وكلام من السليف جاستريكتومي لسه في الاطفال يعني اف دي ابروفد 18 وبداوا دلوقتي 16 يعني. ده المعلومه دي قالها للدكتور شريف ده الشريف شحاته استاذ جراحه الاطفال في طنطا وهم شغالين برياتريك ال 16 فالبالون يعتبر هي الحل الاساسي لغايه ما البرياتريك تبقى اف دي ابروفد قبل 16.
فدول من اول الليتريتشر كله اللي كاتب كاتب 14 سنه، احنا اشتغلنا 10 و12 و11 وهكذا و15 والكلام ده. منظرها خلاص بعد ما يتملي دلوقتي وبعدين هنخرج وخلاص. والعين تولوريت يستحسن لما تيجي تركبها دي خلاص، يا دي خلاص انا سحبت الكونكتور ودي التيو البالون دلوقتي في الاستومك عادي خالص، وبتدخل على تعدي على الديودنم خلاص انت اوكي والسبيس مفتوح يقدر ياكل. دي واصلين احنا لغايه الانترام دلوقتي. فده بالنسبه للانترا جاستريك بالون. يبقى خدنا البليدنج، خدنا فيديو للفرون بودي للاكيوت كوستيك انجري. البالون بتبقى فري موفابل ولا مربوطه بحاجه؟ نعم البالون بتبقى ثابته بحاجه ولا لا هي بالون كيسه بس منفوخه جوه مليانه ايزوتونيك سلاين وموبايل، هو مش حاسس بحاجه يعني مش ما هوش فيها احساس مثلا ان هو ممكن تضايقه كلام من ده. هو اول 3 4 ايام كاحساس فورن بودي 3 4 ايام ده في فومتنج ابدومنا البين، بعد كده تولوريتنج بيقعد الست شهور عادي خالص. يستحسن واحنا بنركبها نبقى مركبين اندو تركيال تيوب. ليه اندو تركيال تيوب؟ عشان العين يبقى اندر جنرال انستيزيا مش حاسس بحاجه، الادل ساعات بيركبها وزاوت انستيزيا. بس المشكله ان احنا جوه دلوقتي وانا موصل الكونكتور وبدل الايزوتونيك سالين لفيلم سالين بلو، فالعين لا هقوم انا خارج يبقى البالونه كده باظت. مين اللي هيتحمل تكلفتها؟ ما ينفعش. يبقى هو مركب اندو تركيال تيوب وسكيورد وتمام التمام، وبعدين مش هيحصل حاجه بقى ان شاء الله. اما تيجي تشيلها برضه تبقى مركب الاندو تركيال تيوب، لان احنا بنشيلها بعمل لها بيرفوريشن واقوم واخدها بجهاز معين كده وطالع بها. بس فهي دي تعتبر من الفكره السهله. برضه الانترا جاستريك بالون والبيركوتينس انسكوبي جاستروسوم ذا اونلي بليس ان ايجيبت تو ذيس تكنيكس منصوره يونيفرستي تشيلدرنز هوسبيتال. فعشان كده هما بيتعملوا عندنا في المستشفى ويعني ما فيش مشكله ان شاء الله. يعني اتمنى لكم التوفيق واكون ان انا ما اكونش ضيف تقيل، بس الحمد لله ما حدش يتكلم يبقى اكيد الموضوع ماشي. ماشي شكرا. شركة مونو ميديا ترجو لكم دوام المناسبات السعيده.